بدنيا لنناجت بتشرلم وأنه على ما كنت لكم على ما توحيد الله وعبادته الله يوقع سو نورو يسأل يالتال يامر اللتال حياتهم دستاي هنا هلهم أكالي فروان يسوتشن فرحات يتأفل لتال بأ اللهم يرجع قال الدستال كسوتش محشي هنا الدنيا براسوا تنشنات براسوا كما جمرس كما ترشوا يالتوا الدنيا كآخر عقا ست الناس أصدر تكيتنات كزاج كتكيتوا يتسد أندرمو بدعام تكيتنو سلسامة سبامت هل قزي ألك أنو متشأنك أنو هل قزي على مدرستنو اندازي هون الزيوة تالا يبالال كنتينورون چنوان كنتينوروش كبوتاو تنكساك سوال منقلو سلام على اللب انيتي درسي هون بس متشأنك أنو يان ننسك أينا فتنا ألفو دقمو وريت اقدر سوال وريت جمروك متوال سيبال دموك أرات جنكرو ياج انتاج انقو بزان بزيهن تبدادرو سيكا فلدقمو قجو زيه مفلقو دمو سك اينو ياهون سك نقالي دمو ودوينو ميغزو تاك اللاتو كذابو هلا دقمو قنزم مسبسبو سك اينو قنزمو كمت ابو هلا سك اينو هل قزي دونيا بمتاج قدر هم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى ومن يتق الله يشرح الله صدره ويرفع قدره ويعلي ذكره معاشر المسلمين كم تراود أحدنا نفسه أن يستمتع فيها في حياته ويفكر في مستقبله الدنيوي ومع هذا التفكير والأمل ينسى السعي إلى الآخرة والعمل الدؤوب لأجلها وهنا تكمن المشكلة فنحن ما خلقنا للمتعة الدنيوية بل خلقنا لغاية شريفة نبيلة عظيمة وهي توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلماذا تركنا هذا المقصد الأعظم المقصود لذاته وتوجهنا إلى المقصد الدنيء المقصود لغيره معاشر المسلمين والانشغال بالله حباً وتعظيماً وعبادة يجلب صلاح البال وانشراح النفس ونور القلب والسعادة والطمأنينة وأما الانشغال بغيره فإنه يجلب الهم والقلق والكدر قال بعض السلف ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة فهم مع الله في الدنيا وفي الآخرة ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة
وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثت المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا وما أقصر وأتفه الحياة الدنيا مقارنة بالحياة الآخرة التي سنمر فيها على أخطار وأهوال فظيعة منها هول القبر وهول نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهول نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهول قيام الساعة والبعث من القبور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وهول الحشر وهول يوم تدنو الشمس قدر ميل وأهوال الحساب والعرض على الله وأهوال تطاير الصحف فلا تدري هل تأخذها بيمينك أم بشمالك وهول العرض على الله فلا تدري هل ترجح حسناتك أم سيئاتك وهول الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ومخاطبته بلا ترجمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة رواه الإمام البخاري ومسلم وهول العبور على الصراط والنار تضطرم تحتك والكلاليب تتخطف من حولك وهول القصاص في المظالم على القنطرة بين الجنة والنار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا رواه الإمام البخاري في صحيحه عباد الله نحن فكم منشغلون في هذه الحياة التي هي في الأصل مزرعة للآخرة عن أهوال يوم القيامة التي ستواجهنا فيها أمور نتمنى حينها أن نرجع إلى الدنيا لنعمل صالحا إن كل عاقل يعلم أنه سيبعث بعد الموت ثم لا يجد في الاستعداد لذلك لهو مسكين ظالم لنفسه وهذه الحياة الدنيا كساعة بالنسبة للحياة الآخرة كما قال سبحانه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم فالعاقل يا عباد الله يستغل هذه الساعة القصيرة ولا يضيعها فتضيع عليه آخرته الباقية التي لا نهاية ولا حد ولا عد لها معاشر المسلمين كل عاقل مميز يعقل أن الآخرة هي الباقية هي الأولى له وهذه الحياة الدنيا هي الفانية ما تبقى لأحد قال بعض السلف الدنيا كلها قليل والذي بقي منها قليل والذي لك من الباقي قليل ولم يبق من قليلك إلا قليل فاشتر نفسك لعلك تنجو فكيف لعاقل أن يجعل همه وجهده في هذا القليل الحقير الفاني ويغفل عن الكثير الجليل الباقي وصدق الله تعالى إذ يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم والبر الجواد الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، يزاري خطباتشين كما لا قد لن سمات جهود تكرت يا درقو، لا تنس رحيلك إلى الآخرة يميل وأن رأس يازلو، لا تنس رحيلك إلى الدار الآخرة ولآخرة هاجره مقوازهن إن لا ترسا إلا بوستو يازو عناصر وشدقمو بدنيا بيزي مهوننا بدنيا موتر عندن سو يتفتر اللتن على ما ياسر السوال هلتن يا كالله قال سبحانه وتعالى يالو قرنيتنا قننيند وين با الله قد يلاي بيزي مهون من يأكل تقموتنا فوائل وچند اللوت يمي تقومنو سوستن يا مقواج آياد الرقو من هو العاقل الحصيف بلتي هونو بله عقلين يا ماننو يتنيون يمي مرتنو يدونيو سقب قبنو ويس يا آخر علي يمي شكرا الدمونو يمي لون النزيه البوانا النت يازنو اندم التوقوت الله سبحانه وتعالى يفراسو الله قلبون دراتون ياسفال لتال مان النتون كفيا درق لتال توستاون ذيكرون امدقمو كفيا درق لتال يا مسلم سبس وجهوي هلا اتشن نميان دان دا اتشن الناس تنتنا لن الناس تولا لن يا دنيا حياتا اتشن يودفيت نورات اتشن اندامرنا ان يستمتع في حياتي بحياته لتاكم يفلق على السبال يا دنيا ومستقبل يسجنك اوال يا نقو بيت نقو بيت اندزي بوهن اندزي بسارا اندزي هالك مكينا اندزي بيز اندزي بوهن يميل نقري اتشنك اوال يهي ما استنتن ما استوالنا يودفيت يركأتو علامة منور عملو تسفى مرزمو يتفتر اللتن علامة ياسر السوال إنيا يتفترنو لدنيا بلج عدلم لدنيا ما مار عدلم بدنيا لنناجد بيتش عدلم وأنو علامة چين تلقو علامة توحيد الله وعبادته الله نبا بيتشن ينتمقزاتنا الله سبحانه وتعالى بيتشن يفتاري بيتشن يسيسج بيتشن يبزي عالم لي متصرف أستباباري أستناباري قداي فتاري مهونون لنناوكنو كذا موك اندقمو الله ببتشن النت يمي ملك مهونون أمنا الله ببتشن النت لننا ملكنو الله سبحانه وتعالى بتشن يمي اللي يباتشو سموتشنا بحرياتوش اندالو تاوكنم بالنزابة سموتشنا ببحرياتوشو لننت أراونا يا بمياسي زننا بمياس ردانم لننقزو بتكلو يتفترنو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أني رب بتشن النت لعمل كنينجي سواتشنم جنواتشنم ألفت أركم يميلو علامانو قباتشن تار علامن جنوينيا إهن تلقون علامات تتن مقصود لذاتي لراسو يتاسبن يتفلق يهونون علامات تتن والراجة وليهونون لليلة لآخرة من شقاقر يتدرقش الدنيا لي لمن جنو يتسقبقبنو يميل انتياك ياسك أمدان با الله سبحانه وتعالى بيزي مهون اللهم بمودد اللهم بمقزات اللهم بما كبرنا بما لك يقلب مستكاكل يلب مسفات ينور برهان دستان مرقاقات يفتران كزي هج بال لك الله هج بال للايقن بيزي مهن هل كزي الناس كتلو چنكنو دنيا ببزاج كتر هلو حساب يج أمرنو ميمتاو هل كزي كالكنو مجنكنو هل كزي على مدرستنو اندزي هون الزيوة تالا يبالال كنتينورون چنوان كنتينوروش كبوتاو تنقساق سوال منقلو سلام على اللب انتي درسي هون السمج انقلو يانن سكاينا فتنا الفو دقمو وريت اقدر سوال وريت جمروك متوال سيبال دموك ارات انقلو ياجن تجنقو بزن بزيهم تبدادرو سيكا فل دقمو قجو زيما فلقو دقمو سكاينو يا
يا هونس نقاري دمو ودوبينو ميغزو تاقالاتو كذابو هلا دمو غنزب ما سبسبو سكعينو غنزبو كمت أبو هلا سكعينو هل قزي الدنيا بمتاج قدر همنو حسابنو ميكتلو مرقاقات كالله قاسيو هلو مرقاقات يمي متأو بزينو عند بعض السلف اندي هلالو الله يمي ودو سوج يا دنيا نمي آخرانم كبر سبسب بادرقو والسجو تارو لمن نبي عليه الصلاة والسلام يسولج كودروا قانا وسلالو الله سلهون من يودد هل قز يمكى الله قانا اتشوب الدنيا بآخر عمال الله يوك أسو نورو يسأل يالتال يامر اللتال حياتهم دستاي هونال هلهم أكالي فروان يسوج فرهات يتأفال لتال بأ اللهم يرقاق قال الدستال كسوج محشي هونال الله سيوك الله إن حياة إن جادر قم يقاب بزوال الله إن يالك قال يا كبران الله إن دم يقود أتروا ياوك قال الله إن يودان بق الله إن مكال وري الله إن ملسان الله هو السنة والسالم بفكر إن أبدا ستاي قبلوال إن دي هل لو صو حياته بمولو يا عماري هنال لا حياة إلا مع الله يدست عن نور ويلم كالله قابي هنجي إلى ابن القيم روضة المحبين يمي بالكتابات شولاي يا دنيا حياتك آخر أقاسنا النزعات من سأيات في هونج بتأمي النسجنا زك عليك والرادة حياتنا ودفيتك في اللفيت يمي أقعد أمور بزوج إنك وتشنا حساب وتشلو عندنا ويا مجمر حساب هولك قبر الله يا قبر إنك الله سجبا برزخ سجبا يا برزخ فتنا يا برزخ يوم قريه قبر وستيال نجاروش قل عبروش بزناتشو يا قبر بدأ إلى بتشو بليلة خطبة كالتنا الجرة إنه لما كان شديع كلهم كذا من يكتلوان يمدنقت من نفات الله ويوم ينفخ في الصور بك أنجبا من نفائلت ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بسمايات مستيان لو فطر هلو بمذر ميان لو فطر هلو يدنقت أن الله يشوسيك أهريل الله كذا يمكدي عدقمو نفخال يمدنقت أنه كذا نجت أبو هلا دمو بهوتي الله يمي متبت ينفال صعق نفخس الصعق بلا يما قديا من نفات مالته ونفخ في الصور بكن النفال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بسمات النبى مدري الله هلو يموتال الله يشوسك أرال كذا أبو هلا يما كأس يما النجات من نفات الإقوال ثم نفخ فيه أخرى كزال إلى من نفات النفال فإذا هم قيام يموتوه اللبمل يقوم يهنالو ينظرون يمي التبابك هنا ومن اندم السرابات ومن اندم الدرقنا وليت اندم النجو كزابو هلا من الدال وليه ومن محشر كزاز آهيتك أربع لك أدرميلين يحساب الله بأ الله لي مكرب الله كزابو هلا مزقب وشسرا مزقب يبتنالو يبرالو يتلاقي تجاتين الدم يرفع التوكم، بقني جاتين هون، بقرا جاتين الركب، أنا وكم يزجين كله، بقني جوي أجن يسوع من الدهون الشنمال توا وترك الله شو، فأما من أتي كتابه بيميني، فيقول ها أمقرأ كتابيا، كتابيا إنه هو أولين، أم بقولين جلال، كذاس ميزان لا على ذلك ميزان على، ميزان سمت هل ترجح وحسناتك أو سيئاتك، ملكام سراو يا مزن ويمت فسره ويامزن أيوكم يتشنك عن كذاس بين يدي الله كرم عليكم كالله في الله في تقومال ليس بينه وبينه ترجمان بس النبى الله ما أكل من ماستر قامي يلم لزينه النبي عليه الصلاة والسلام كنا أنت وست عندم سو يلم الله في الله يمي أن نقرأ به ونجي بما أكل توستر قامي سين ورر ليس بينه وبينه ترجمان كفي الله في تيم كبقي بكل ملكتان يسرهم سرانه بقرا يملكتان يسرهم سرانه كفي الله في تيم ملكتان اساتن يملكتان لهم فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني التمر قماشن كو صدق ابا مستت اساتن تتابوا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام بين يدي الله كان ناغرو بحالا دغمو بصراط لا يندار في الدرقان اسات ينددش يزان غزي يالچو كتاچ زوريون يالو بقاي بغرا يميهد الله እዛ ቦታ ላይ ደግሞ መንጠቆ አለ ይብረት መንጠቆ ያ መንጠቆ እየመነጠቀ እየወጨቀ ከጎን ያለውን ያርገፈግፈው አልሳት ውስጥ ይጥለዋል ከዛ በኋላ ቅሳስ አለ ከሳት ካለፈ በኋላ ደግሞ
بساتنا بجنة مهكل دلي يالتشاروي الله ملكتنيا الزات دلي يلي أيان دان نسو يبدلوا البدنيا ينبرت شوان مظالم يكفل الله يكفل بين الجنة والنار يتسر له أن تدل إليه فيقتص من بعضهم لبعض كان دولاندو كصاص تنبلل بما هكلت وينبرت مظالم بلو نبي عليه الصلاة والسلام عندنا كرون معلث يجي دنيا من وراء اللجم يجي دنيا يا آخرة سنك مسنك آمهنوان يوك عقلين ياسو عاكل مالات السنو العاكل الحصيب دنيا من النتوان يوك من النتوان يوك يا آخرة مشقاقر يا مهنوان يوك أن لسهم يتزقات جلات عقلين مالات السنو كزهج اللو عقلين ياسيهون موينينو يميبار دنيا براسوة النشنات براسوة كما جمالاس كما جرشوا يلتوا الدنيا كآخرة ست الناس أصر تكيتنات كذلك كتكيتو يتسد أندقمو بدعام تكيتنو سلسامت سبامت كذلك سربامت يهونو ومسامت يهونو لغمو كذلك كتكيتو يهونو بدعام تكيتناتي قررتشو تاريه يتشنت النشوان نقر اندي التات أفات الله اندي التابل الشات الله عقلين يا مالت يزنجزي اندي تنون جاي موت أو بلو يمي تشنك انا يمي السبنو يميل ملك تيازنو انان تسويج هوي يدنيا هيوت يا الله كأترو حق أنو يا دنيا هيوت اندى تتللاتشو با اللهم اتلاي هلو اندى تتللاتشو يميل يمج الرشاة القرآن نانك أذكرتنو ياكو منونا إهن يزاريو ملك الله سبحانه وتعالى سمتو يميتك أمو وليك ألباتشو كمي قبا كمين قرى قرى اللاتشو سوچنا وليتكبار كميك أيرو سوچ الله يترقن على وصل وسلم رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك المولى جل في علاه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء على أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا وتول أمرنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم أحينا حياة السعداء وحياة من تحب بقاءهم وتوفنا وفاة الشهداء ووفاة من تحب لقاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فضل الجمعة لا يخفاك كهف وضياء ناداك وعلى الهادي صلاة تسمو بك عن ما يشغل دنياك